اني كنت اتمنى بنتي يعني بهذا الموقف واجي وافتخر بيها وافتخر باهل بيت الرحمه. والحمد لله والشكر هم 50 ياخذون من دياله، وهي الحمد لله طلع اسمها. ولو تدري هي ايش قد جتي فرحانه، ايش قد جتي فرحانه، ماما امنياتك تحققت وامنياتي. هي مريم، هي فاطم، هي زينب، هي نرجس وخديجه، لؤلؤ، بيرق، رايه، عباءتها عنوان ونتيجه. بنت الكفيل توضأت عند الكفيل حتى سميت خريجة. يزيدنا فخر واعتزاز انه اجي لهذا المكان، بالاضافة لقيمة المكان، اجي وبدعوة خلنا نعتبرها من زينب من صاحب الزمان، لانه هذا المكان وهذه الطريقة اللي اجت بها بنتهنا مو طبيعية. يعني كنا نجي نزور بس مال تجي بدعوة من العتبة اللي هي تمثل الامام وتمثل اهل البيت، هذا شرف ما بعد شرف حقيقة. يعني فأدعو كل الآباء وكل بناتنا اللي بمستوى بنتي أو أقل إنه مو لا يتبعون بنتي، خلي يتبعون هاي الخطوة يعني حتى أهلهم يفتخرون بيهم. يعني أمنيتي يعني أتمنى مثل ما يقول يصير واحدة من بناتي أو بنات أخوي حتى من عشيرتي ولو أفتخر بهذا الشيء. بناتي تخرجن وعندي باقي بس واحدة، وإن شاء الله أجيبها بهذا القطعة المباركة. في باب قبلة سيد العباس وقفت لتقسم كتلة الإحساس. أقسم بالله العلي العظيم، وقفت وكان الله خير مراقب في مشهد قد ضاء كالنبراس. قسمت بفضل الله دون تردد، والصدق بان ببحة الأنفاس. هاي الوقفة أمامه بالفضل العباس هذا شرف ما بعده شرف حقيقة والله العظيم. جهد 4 سنوات اليوم ختمت أحسن خاتمة، اليوم عندي أحسن خاتمة. أنت من تحس بنتك تأدي القسم أمام الإمام العباس عليه السلام وفي أجواء ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفي هذه الأجواء الروحانية راح الطبيبة من راح تصير طبيبة راح تلتزم بهذا القسم أكثر من التزامها بالقسم اللي تأديه بالنقابة. يعني هو هذا لو هذا التخرج لو ما يقع الشعور لا يوصف. يعني هو هاي اللحظة كنا نتمناها احنا قبل 5 سنوات، تعبت وثابرت ودرست وسهرت الحمد لله والشكر ألف الحمد لله. هذا المكان والالتزام هذا والاحتفال هذا يريح طبعا قلب صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو يعني الذي يرعانا هذه الرعاية من لدنه ويرى بعينه، ونتمنى من الله التعجيل بظهوره. منظمين تعبانين على هيك برنامج وعلى هيك تنظيم وعلى هذا العطاء، أكيد راح يفرح صاحب الزمان والأئمة الأطهار عليهم السلام، ويخلون هالشباب هذه يمشون على خط محمد وآل محمد. احنا نشكر هذا التنظيم الرائع ونشكر الجهود المبذولة اللي قدمت خدمة لبناتنا. رؤية الفتيات وهن يرتدين العباءة والنقاب هذه الشيء لطيف جدا. فخر هذا فخر للإسلام، فخر لكربلاء، فخر لأهل البيت، فخر للشعب العراقي كليته. نتمنى أن من البنات الزينبيات والفاطميات أن يحذو حذو هذه الطالبات في الالتزام بالحجاب ولبس العباءة الإسلامية. عهد وقسم، أما العهد فلعراقنا الموحد ولآية توحيده الكبرى السيد السيستاني أطال الله بقاءهما، وأما القسم فلله ولرسوله ولأهل بيته والمؤمنين.